هنالك مسألة يسأل عنها، وهو أن كثير من الأفراد يضطرون إلى تزريق الإبر في نهار شهر رمضان. الإبر على أنواع: الإبر الدوائية، هذا النوع لا إشكال فيه، الإبر التي تؤخذ للعلاج، وهنالك إبر تؤخذ للتغذية مو للعلاج. هل هذا النوع فيه إشكال؟ الوالد حفظه الله ومجموعة من العلماء يرون أنه لا إشكال فيها. جميع أنواع الإبر الدوائية، العلاجية، المخدرة تخدير موضعي، كلها لا إشكال فيها، لأن المنهي عنه في الآية وفي الروايات الأكل والشرب. هذا التزريق لا يسمى أكلا ولا يسمى شربا، فلا إشكال فيه. المسألة الثانية بالنسبة إلى المعجون، معجون الأسنان، هل فيه إشكال في نهار شهر رمضان؟ الجواب على ذلك: إذا واحد يتحفظ أن لا يصل الماء والمعجون إلى مخرج الخاء لا إشكال في ذلك، يعني يكون في مقدم فضاء الفم ولا يصل إلى مخرج الخاء ولا يتجاوزه، لا إشكال في ذلك.